الاقتصاد في دقيقة، أهلا بكم. أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.26% مقابل اليورو وبنسبة 0.85% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 19 إلى 25 من شتنبر الجاري. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 32.1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من 2024. وأفادت المندوبية كذلك أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من هذه السنة أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل النمو بلغ 2.4% عوض 2.5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. كما أفاد البنك البرتغال المركزي بأن عائدة النشاط السياحي ارتفعت بنسبة 9.1% في يوليوز الماضي لتصل إلى 3.374 مليار يورو. إلى اللقاء.